حاجه جدا. انا مندهش الحقيقه النهارده، مندهش لاسباب كثيره جدا. البعض يرى ان في بدايه المباراه، وطبعا حضراتكم اتمنى ان حضراتكم تشاركوني في هذا الموضوع او اعرف راي حضراتكم في هذا الموضوع، بدايه المباراه كانت جيده جدا لان كان هناك تشجيع من جمهور النادي الاهلي. التشجيع توقف، وبعض شفنا اللقطه دي، بعض من الجمهور، انا اعتقد ان ده وجهه نظري الشخصيه، ان ده لا يمثل جمهور النادي الاهلي، لانه زي ما قلت لحضراتكم، حضرتك بتحب النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، اي مشاكل اخرى انا ما اعرفش ايه المشاكل اللي حصلت او الدنيا مشيت ازاي، ولكن في النهايه انا اندهشت جدا ان هناك قله من الجمهور المتواجد في ارض الملعب. كان جابوا لقطه كده بيحاول يخرج من الملعب، انا ما فهمتش الحقيقه، لانه انا دايما جمهور نادي الاهلي يقول لك ايه، على الحلوه والمره معاه، على الحلوه والمره اهم الحقيقه، دايما جمهور النادي الاهلي يقف او بيقف خلف فريقه. وفي الدقيقة 63 أو في الدقيقة 62 تحديدا كباتنا أجمعوا جميعا أن مستوى أداء النادي الأهلي ارتفع مرة أخرى، وأصبح هناك ضغط على فريق بلاتينيوم من زيمبابوي. ليه؟ عندما عاد الجمهور لتشجيع فريقه مرة أخرى. يعني أنا قلت لسمير يجيب لي اللقطة دي لأنها كانت لقطة مهمة جدا بالنسبة لي، ويمكن على هي دي اللقطة في الدقيقة 63 أو 64 أعتقد، 64 أعتقد، كانت لقطة بالنسبة لي هي أهم لقطة بعد لقطة حسام عاشور، أو يمكن كمان قبل لقطة حسام عاشور وهو بيضع التلج لسعد سمير. اللي بيخليني أندهش إن أنت جمهور النادي الأهلي ده جمهور مختلف. جمهور النادي الأهلي ده جمهور كبير جدا وجمهور عظيم جدا، ودايما بيتقال أو دايما لما بيجي نغني الأغنية على الحلوة وعلى المرة معاه، حتى لو في مر، حتى لو في موقف حصل او شيء حصل انا ما اعرفوش الحقيقه، ولكن حتى حاجه حصلت او ما حصلتش، في الاخر جمهور النادي الاهلي دايما بيقف ورا النادي بتاعه. جمهور النادي الاهلي بيفضل يشجع فريقه لغايه اخر لحظه، وانا بشكرهم جدا الحقيقه على اللقطه دي، لانه من الدقيقه 63 او من الدقيقه 64 تحديدا مستوى اداء ونسق اداء لاعبي النادي الاهلي ارتفع. 10 دقائق ربع ساعه كان ممكن تسجل فيهم 3 4 تجوان بسبب تشجيع جمهور النادي الاهلي اللي كان متضايق شويه، او انا ما اعرفش ايه السبب، ولكن كان متضايق شويه وما كانش بيشجع في المدرجات، ولكن في النهايه يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الحامي الكبير لاسم النادي الاهلي، يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو اللي بيخلي لعيبه النادي الاهلي يوصلوا لمرحله كويسه من فنيا جوه الملعب، وهو ده اللي يهمك، ان احنا عايزين نكسب المباريات القادمه، عايزين نقف خلف فريقنا في المباريات القادمه على وعد بان احنا نعرف ايه اللي بيحصل علشان نقول لحضراتكم برضو ايه اللي بيحصل. ولكن انا اندهاش كان كبير جدا جدا بالنسبه لي، خلاني اقعد افكر هو في ايه، هو ايه اللي حصل، او مهما حصل، انا خليني اصل مع حضراتكم لاقصى حاجه، مهما حصل اثناء المباراه، ولكن تشجيع جمهور النادي الاهلي بيفرق كتير جدا 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 مع فريق النادي الاهلي. فعشان كده يعني يمكن حضراتكم شفتوا النسق ارتفع في الدقيقه 63 جمهور النادي الاهلي، واحنا قاعدين فوق قعدنا سقفنا لشكل صح. الجمهور اللي وقف مره ثانيه وقعد يشجع مره ثانيه. قبل بس ما نكمل كلامنا في هذا الموضوع، خلينا نروح لزميلنا